اللعبه هو في البرلمان امبارح طلبت باصدار قانون ان هم يوقفوا التكاتك وكمان يوقفوا تشغيلها في البلد. عايزين تعليق حضرتك على القرار ده. لا ازاي، ما دي حاجه بتاكل عيش. انا واحد متجوز وعنده عيلين، ده بيصرف على بيتي. لما يمنع حاجه زي كده ما هنشتغل في ايه حضرتك؟ يعني احنا التكاتك ديك اللي احنا بنشتغل عليها احسن من اي مكان تاني. ممكن في ناس بتبلطج على الناس في الشارع، في ناس بتاخد فرده، في ناس بتبيع مخدرات، في ناس بتسرق، مش لاقين حاجه. احنا نعمل ايه بقى؟ نبقى زيهم ولا احنا ناكل عيش بس؟ بقى التكاتك دي حضرتك هي اللي بتاكلنا عيش وفاتحين بيوت. يعني التوك توك اللي انا شغال عليه ده بتاع واحد مرضان، هو اللي بيصرف عليه، هو اللي بياكلنا عيش. لما واحد يجي هو ياخده مننا دلوقتي، نروح ندفع 1500 نجيب لهم منين؟ نروح نسرق ولا نجيب منين؟ انا دلوقتي احنا هناكل منين وهنشرب منين وبيتنا ده هنشتغل منين وهنصرف عليه منين واخواتي البنات وامي وكده؟ هنجيب منين؟ نسرق ولا نبيع حشيش ولا نعمل ايه؟ انا راجل على الله، التوك توك ده بتاعي. هنعمل ايه؟ هنشتغل عند مين؟ طب يجيبوا لنا شغل احنا نشتغل. هو ما ينفعش حضرتك ان التكاتك تتوقف عشان التكاتك دي فاتحه بيوت كتير، تمام؟ وانا متجوز وعندي عائل ودي مصدر اكل عيشي ومصدر اكل عيش اي حد. وبعدين كل شويه يعني الحكومه بتقفش التكاتك وغرامه 1500، كل شويه الكلام دوت، وكل اللي هنا دفعوا كتير. انا ابويا وامي ميتين وعندي 3 بنات بصرف عليهم، لو هم شالوا التكاتك احنا ناكل منين ونشرب منين؟ ناكل ونشرب منين نموت؟ في عيال عادي بتبيع حشيش، انا ممكن عادي اعمل كده واسيبها. انا زي ما انا قلت لك كده، ابويا وامي ميتين وعندي 3 بنات. لو حضرتك سبت شغلانه سواقك كنت هتشتغل؟ ما انا شغلانه، انا اصلا معانا مهيه، مهنتي واقفه، مفيش شغل، انا راجل في معمار صنايعي يعني. بس انا مهنتي مريحه، فشغال على حاجه زي كده عشان اصرف على بيتي. انا جبت حاجه زي دي عشان اصرف على بيتي. حضرتك انا معايا 3 لغات على فكره، انا بتكلم روسي وايطالي وانجليزي، ومدير مطاعم سياحيه في الكويت وفي الشرم والكلام ده. بعد ما الدنيا اتضربت زي ما حضرتك شايفه جبت توك توك وبشتغل عليه. يبقى طبعا نروح نضرب في الناس ولما نبيع حشيش لما نشتغل بلطجيه. هشتغل ايه؟ اللي انا هشتغله مش هشتغل حاجه. هشتغل ايه؟ هشتغل بلطج على الناس وابيع مخدرات، هسرق، اعمل كده، هعمل اي حاجه كده. مفيش اي شغل، يا نبيع مخدرات يا نسرق يا نبلطج على الناس، هنفتش، هنعمل اي حاجه. لا مفيش، هي دي شغلتنا، هنعمل ايه؟ بقالنا كتير فيها، هنعمل ايه عن كده يعني؟ نسيبها ونهج نروح نسرق؟ مش هينفع. انت بتقول ايه للنواب اللي وافقوا على القرار ده امبارح؟ ما ينفعش ازاي يعني؟ ده هو حاجه لو حصل حاجه زي كده بقى بعد كده اشتغل في ايه؟ دي حاجه فاتحه بيوت بتصرف على مثلا شاب، بيصرف على نفسه، بيصرف على بيته، بيصرف على والدته، فاهماني؟ لما يمنع حاجه زي كده، ما هو ده هيصرف على والدته ازاي؟ هو انا اصرف على بيتي ازاي؟ احنا نقول لهم هم ياكلونا ويشربونا. يعني هم النواب اللي هم وافقوا على القرار ده يجوا كل واحد كده البيت يسيبوا له مصروفه ومصروف عياله ومصروف بيته وايجار شقته وكده، واحنا نبطلها. يعني احنا عندنا استعداد نبيعها، بس اهم حاجه نلاقي في مقابل، نلاقي باب رزق من وراه ناكل منه. يمكن احنا نديهم التكاتك. طب انت منعت، انت جاي تمنعها، نزلتها من الاول ليه؟ دخلتها البلد ليه من الاول؟ انت دخلتها عشان تسرقها انت بقى مننا، ما انت كده بقى انت اللي حرامي مش احنا. لو هم يرخصوا لنا التكاتك ويسيبونا ناكل عيش، ويكون هم عندهم رحمه بالنسبه لنا. عشان التوك توك اللي بتقفش دلوقتي بنروح ندفع 1850، يعني احنا هنجيب لهم منين؟ هنروح نبيع حشيش ولا نروح نسرق ولا هنجيب منين؟ إيه؟ ما ينفعش، موجود ما فيش. احنا اللي تشوفوا لنا شغل واحنا هنشوف شغل وهنشتغل. احنا انتوا هتقولنا شغل واحنا نشتغل، اما التكاتك دي فاتحه بيوت. فاتحه بيوت، هنجيب منين؟ هنسرق ولا نبيع حشيش احنا حضرتك؟ شوفوا لنا شغل، لو في شغل ماشي، لو في شغل نضيف ماشي، لكن طالما ما فيش شغل احنا هنشتغل يعني نقعد في بيوتنا زي الحريم؟ لا ما ينفعش حضرتك. حضرتك يعني بصي، اكلونا وشغلونا وجيبوا لنا مكان وجيبوا لنا حاجات لمثل البنات اللي عندنا. انا عندي 3 عرايس بجهز فيهم التوك توك، قدر لو هم شالوه احنا ناكل منين ونشرب منين؟